لمتنا في رمضان والزحمة في الشوارع قبل الفطار، العزومات في بيوت صحابنا وقرايبنا، أصوات الصلاة اللي بنسمعها في كل مكان، حتى خروجاتنا بعد الفطار والقعدة على القهوة، كل دي حاجات وحشتنا جدا، بس علمتنا إن وجودنا جنب بعض هو كنزنا الحقيقي في الدنيا. نفس الشوارع ونفس الأماكن وحتى نفس الطرق، بس من غير ناس، والجنة من غير ناس ما تنداس. ثلاث شهور عدوا وفرقوا في حياتنا جدا وغيروا رمضان، بس خلوه مميز عشان يكون حدوتة تتحكي للي بعدنا. عشان نحكي للي بعدنا ان الحاجات البسيطة زي السلام، التجمع، اللقاء هو من اهم وسائل التواصل اللي بنمتلكها. رمضان السنة دي مختلف ومميز، لكن هيعدي عشان يجي رمضان اللي بعده وكلنا متجمعين مع بعض. قريب كل ده هيخلص، قريب هنتجمع.